راوند اب. بداية في الراوند اب باش تكون بتصريح وبتأكيد سرحان الناصري رئيس حزب تحالف من أجل تونس لدى حضوره في برنامج 7 سور 7، اللي أكد أنه الحزب لم يشارك في الانتخابات المحلية بعد أن شارك في الانتخابات التشريعية بسبب وجود ما قال إنها أخطاء في القانون الانتخابي، وين أكد زادا أنه الحزب طالب بغرفتين تشريعيتين لكن ليس بالشكل الحالي وفق قوله. واحد كي يغلط غلطة ما لازمش يعاودها. هي بالنسبة لنا أنا كنت نتوقع أنه نتحمل المسؤولية كي مش نترشح، حبيت نخدم البلاد، حبيت نكون على خلاف مختلف عن بقية رؤساء الأحزاب اللي برستيجو ما يسمحلوش أنه يهبط الانتخابات برلمانية ولا انتخابات أخرى. حبيت نشارك إيمانا مني بالمسار هذا. أولا فما أخطاء في القانون الانتخابي، عرفت أنه اليوم للأسف ما عندناش شعب ينتخب على البرنامج، ما عندكش ناخبين يمشوا على خاطر فكرة، على خاطر مشروع، على خاطر رؤية. ما زالت ثقافة الانتخابات مربوطة بالانتهازية. صحيح احنا كنا في الحوار الوطني كحزب التحالف من أجل تونس طلبنا بنظام الغرفتين للرقابة، لكن مش بالشكل هذا، مش بشكل قانون انتخابي يخلي سمحني معناتها التر والفر يشارك. البرلمان الحالي لا يخدم الشعب التونسي، وبعض أعضاء لم نسمعهم إلا من اندلاع الأحداث في فلسطين المتاجرة بالقضية الفلسطينية ولتموقع جديد أو لحملة انتخابية سابقة لأوانها، فضلا عن سعي البعض إلى إحراج رئيس الجمهورية. هذا وفق تأكيد سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس لدى حضوره في برنامج 7 سور 7. احنا نهار اللي سمعنا صوت البرلمان كانوا على القضية الفلسطينية، ليس إيمانا بالقضية الفلسطينية بل المتاجرة والاستعمال القضية الفلسطينية وآلام الشعب الفلسطيني للتموقع جديد. فما أطراف في البرلمان اللي تخدم في حملة انتخابية سابقة لأوانها، فما ناس اللي حبت مع تضربتها السذاجة وتبعوا بعض الأطراف في البرلمان اللي حبوا يخليوا رئيس الجمهورية في موقف محرج. شفنا تعامل سيد رئيس البرلمان سي إبراهيم بودربالة وتصريحه الشهير بالنسبة لعدم تمرير قانون التطبيع ومسؤولية رئيس الجمهورية. في هذا للأسف ما هوش البرلمان اللي يخدم الشعب التونسي. الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد الدعوة على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي لسحب المرسوم 54، وينعبر على رفضه استهداف الحقوق والحريات. تجديد رفضنا لتكميم الأفواه، وذلك بتجديد رفضنا المطلق لاستهداف الحقوق والحريات والإلحاح في المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي وضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرة، كما نعبر عن رفضنا للمحاكمات الكيدية. وأعلن الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي في كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى 78 لتأسيس المنظمة الشغيلة في 20 من جانفي 1946، شجب اتحاد الشغل لموقف جماعة الدول العربية من العدوان الصهيوني المتواصل على غزة منذ ما يزيد عن 100 يوم. وأن سبق وثمن الموقف المشرف للدولة التونسية من الحق الفلسطيني، وإذ أحيي في نفس السياق كل الدول الشقيقة والصديقة وكل قوى الحرية والعدل والسلام التي تقف ضد هذا العدوان الهمجي والتي هبت لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه الوطنية المشروعة، والتي تقوم بكل ما هو ممكن في سبيل الوقف الفوري لهذه الحرب الإجرامية. فأننا نشجب بشدة الموقف المخجل لجامعة الدول العربية وتواطى بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني وخذلانها لأهلنا في غزة والضفة الغربية وإدارة دارها لإرادة شعوبها المؤيدة والداعمة للحق الفلسطيني. كما ندين بشدة موقف غريبية حكومات الدول الغربية وفي مقدمتها الأمريكية الداعم المباشر للعدوان الصهيوني. كانت هذه يا وسيم أهم الأخبار اللي دارت في الويكاند، شفنا في الشأن السياسي كيف في الشأن الانتخابي. شكرا لك. نمشي وناخذ فكرة على الغوفي دو بريس انترناسيونال. شكرا لك كمال هاني. نمشي مع هجر.